نحن هلا قدام بعض ركام المبنى. هي اصلا مساحه الارض اللي مشيد عليها المبنى قديش هون؟ تحت ال 400 متر. شو اللي انت بدك تقوله بالنسبه للمبنى المجاور للمبنى؟ هو التلاصق بين المبنى المنهار والمبنى الجديد اللي عم يتشيد هلا لبيت أرناؤوط، هو تلاصق جزئي يعني. من اول البنايه هون لحديت الحائط الابيض هون، هيدا هو التلاصق من الارض للطابق الخامس. هلا تحت تلاصق 100% على الاول وعلى الثاني هون، ومن فوق تلاصق على البلكونات وعلى العواميد. ولكن عاده ممكن انه يكون في تلاصق يعني بالاشرفيه مسموح، يعني ما في بالقانون تراجعات يعني ببيروت كقانون. القانون اللبناني بعده قديم، بس النورم كل النورم بتقول انه اذا تلاصق فيك المبنى المجاور وما حط عازل مطاطي او ما تراجع عنك، يعني هيدي مخالفه تعد. هو دغري اجى ما عمل شيء، اكيد ما في عازل مطاطي بين المبنيين. لا اكيد هي مذكوره بالتقرير. هل بحثتوا هالشيء؟ هل هو استدعى للتحقيق يعني صاحب المبنى المهندس اللي شيد المبنى المجاور؟ حكى معه مزبوط واستدعي، بس ما اخذوا، ما يعني ما عملوا شيء جدي بالنسبه له، يعني استمعوا له. حتى قال ب بوقتها استجوبوا بالإفادة انه هو بعيد عني مترين. هيك مدون بالإفادة. فينا نشوفها هلا. انا ما معي بكره فرجيك اياها، انه هو مترين يعني حسب معي. ما مبين هو حوالي مترين بعيد عني اصلا. يعني هداك المبنى قديش كم متر يعني؟ هو المبنى هونيك ما تحت ال 100 متر عمق. خلينا نشوف المبنى شوي كيف. وهو 9 طوابق يعني يمكن التلاصق مبين. المبنى ما بين عليه اي شيء قبل الوقت، كان سليم وبلحظه من اللحظات انهار، يعني كانه سحر وانهار. هذا العمود بيسند بلكون، منه عمود اساسي، بس هو العمود الزاوي. يعني حكي على انه انت عملت تغيير وزياده انشاءات قدت يمكن انك شلت بمطرح شيء اساسي مزبوط. او عمود هلا هن حكوا هيك، حكوا بس سمعوا خبريه هني احد سكان المحله. طب منوها احد سكان المحله اللي قال انه نحن شلنا حائط لنوسع الديبو؟ نحن عندنا ديبو هون. هي اذا الارض كلها، هي هون الارض كلها ما بتطلع، يعني البنايه كلها بتطلع 200 متر عمار. هون عم نشوف انه هي البنايه خلصت. مزبوط، هو خلصها بهالفتره. قبل وقتها نزلت البنايه، وقتها انهارت البنايه، هيدا الحائط هون كله عنده اياه، هيدا ما كان مورق، ما في ورقه لان هو ملتصق فيه. يعني هلا هو اجا حط سئله وورق هلا بكل حريه ودهانا للبنايه. رح نرجع سوا على المبنى تنشوف يعني اللي انت عم بتقوله بالنسبه للتلاصق. يعني اذا بنرجع رح ناخذ هلا كمان صوره للمبنى المقابل اللي هو متلاصق ايضا مع المبنى الثاني. يعني في تلاصق بهالمنطقه وبمناطق ببيروت يسمح للعمار بهيدا التلاصق. يعني انت عم تحكي عن تلاصق، بس مش شرط انه هذا التلاصق يكون هو ادى لسقوط المبنى. انا مش عم بقول انه عم بزن، بس نحن المبنى تبعنا من سنة الأربعين، يعني المبنى قديم، يعني كل واحد بيجي بده يعمر حده لازم ياخذ شوي حذره. نحكى عن حفر بير مي شو؟ مضبوط، حفر بير هو على طرف العقار من هون بعيد عنا حوالي 40 سنتي يعني. وحفره بمكنه بدائيه دقيقه، مش روتيشن. شو يعني؟ يعني هيدي اللي بتدق بالارض وبتهز، بتضل تهز الارض. حفره ونزل شي 70 80 متر يعني وطلع ماي، بس هو عم بيقول انه هذا البير ما رجع استعمله وسكره. الافادات اللي اعطيتوها حول امكانيه انه يكون هذا المبنى هو اللي شكل ضرر، هل كمان تم التحقق منهم من قبل خبراء؟ هل ورد بتقارير الخبراء عن مخاطر معينه من المبنى المجاور؟ هلا تقارير الخبراء، في تقرير الاولي اللي عمله المهندس سليم الشمالي ومهندس تاني، بيقولوا في احتمال انه هيدا المبنى يكون اثر على المبنى. بس بدهم يعملوا دراسات زياده تياكدوا هالعمليه، بس هن ما عملوا لان ما يعني في النيابه العامه هي حاطه ايدها على الملف اللي هو تحقيق سري، ما هن ما فيهم يحققوا مع العالم. فهن عملوا تقريرهم وقدموا وقالوا انه في مع مين بدهم يحققوا كانوا؟ يعني في بدهم يسالوا لان كل السكان؟ لا بدهم يحققوا لان في طلعت اشاعه انه نحن شلنا حائط من البنايه. أوكي. اللي هي انتفت انه هيدي طلعت. انتم ما شلتوا حائط من البنايه؟ ما كنتوا لا شلنا حائط ولا حطلنا حائط. شقق عم بتزيدوا انشاءات فيها يعني عم بتزيدوا حيطان فيها من سنه الستين لحديت اليوم بنايه مثل ما هي، لا زدنا ولا شلنا. ما في مخالفات عم بتقول؟ هيدا المستاجر بالطابق الخامس وبالطابق السادس بقيوا كانوا بقيوا
هلا هن تركوا؟ لا بعدهم موجودين. اه كانوا سنة 82 تعمر بالطابق الخامس، تحقق معهم و افادوا انه زادوا انشاء. طيب بالنسبة للعمود، شو قصة العمود؟ العمود هيدا أول شيء بلشوا يقولوا إنه هن في قسم من البناية انهار قبل بجمعتين وصاحب الملك ما قالنا، رجع صار في براندا قشطت وما قالنا، رجع صار عمود قشط هو لا انهار ولا شيء، هو تصدع وعندي صورته، هو انفسخ بين السقف وبين ال يعني بين شق بالعمود يعني في تصدع. ما كان عمود أساسي هو بالبناية. هيدا العمود منه أساسي، هيدا عمود ثانوي. لحظة، هيدا عمود ثانوي. نحن أصلاً ما قالوا لنا إنه في عمود، لأن كان هو نهار أحد، الأحد هو صار شي ساعة تنتين سمعوا صوت وطلع إنه العمود انفسخ. إجا خيي نهار الثلاثة، لأن التنين كان عيد، إجا الثلاثة على البناية ما حدا قال له من السكان، الأربعة ما حدا قال له، بيجي جاره بالبنية التالي 29 شهر يعني بعد أربعة أيام بيقول له يعني شال في هيدا، دغري على الحارب بجيب المعلم تبع البناية هيدي المسؤول عن هيدا وبشوفه بيقول له ما تخاف وهيدا بكره بندعمه حيلا نهار، بيقول له مشان بدي دعمه هلا، بدعمه بذات الساعة بثلاث أربع قصاطي حديد من هول اللي بدعمهم، بيرجع تاني نهار بيجيب مهندس، بيجي مهندس وبيشرف على العمود وبيقول له هيدا عمود سنوي.